طعنات وخذلان. وانا مع اني اعرف اني الخير فيه وفي امتي اليوم الساعه، بس احس انه ما عندي هالامل. يعني كيف طبيعي طعنات وخذلان، لكن انا اقول لك نصيحه: الحزن يتابع، الشر يتابع، والخير يتابع، والايجابيه تتابع. يعني لاحظي عمرك، اذا انت مثلا اول قمتي الصبح وصلخت رادار السياره، شكل يوم مو بهالدرجه، شوفي هاي الرمسه، اي شيء بعدها بيج سلبي، بتقول فعلا انا حاسه اصلا من اول ما بديت اليوم وانا يومي صعب. هذا الكلام خطا. بالعكس، الرادار خذتيه لانه شل عنك الشر في هذا اليوم. رب العالمين يعرف ان لو ما اخذ منك هالشيء فداك، لان فلان بيج او فلانه بتيج وبتكلم وبتحط عينها فيك والعين بتدقك. يعني الانسان لازم يكون حكيم، لازم يعرف ان كل شيء يحصل خارج عن ارادتنا هذه من الله سبحانه وتعالى، وانا لازم اتقبله. الرضا، العمل، النية، التوكل، ها كله لازم يكون موجود. فانك انت تحسين ان خذلت وايد، لا، عدلي النظرة. ترى شوفي الحياة اللي انت تعيشينها، الحياة اللي انت تمرين فيها كل يوم، والظروف هي انعكاس افكارك ومشاعرك، فعدلي الافكار والمشاعر اللي قدامك يتعدل. بتقول ماي بس انا ويالسة احاول اعدل، بقول لك انت محتاجة الى استشارة عشان نعرف من وين الاحباط هذا جاي. يعني في لا اساس قوي موجود في اللاوعي، وممكن يكون من الطفولة، من المراهقة، ما تعرفين.